ان انا وانا عندي 9 سنين كنت بلعب كوره. طب ايه منعك؟ ايه اللي خلاك ما تكملش؟ سريع يعني، انا فاهمه اكيد قصه طويله. بسرعه بسرعه كده، انت عارفه ظروف ان انت بتخش في الثانويه العامه، فبقى عندك الحاجه ما بين الاثنين، يا اما انك تتمرني يا اما انك تذاكري. فالاسر في الوقت بتاعنا احنا ما كانش زي دلوقتي عندهم النهم، فانا يعني ما كانش حد مهتم او مكترث بفكره ايه لا انت لازم تلعب كوره ولازم لا 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 هو انت اختار لك ملايين قد كده وشبرقه وعزقه. فضل ربنا كبير. انا النهارده ما كنتش احلم بنص اللي انا وصلت، تلت اللي انا وصلت له ده، ربنا كريم جدا جدا الحمد لله. الحمد لله. كان مركزك ايه؟ كانت الناس بتقول ايه تعليقات على لعبك؟ كان لقبك ايه؟ مهاجم. ده المهاجمين شحين يا ابراهيم. اه والله العظيم مهاجم. وكنت البس رقم 9 لاني كنت احب جدا رقم 9. اوكي. وكنت كابتن فرقتي، وما كانش حد بيقول لي ابراهيم، كانوا بيقولوا لي فايق. فايق. اسم ابراهيم ده انا سمعته مؤخرا، لكن هو فايق.